بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وفرج عنا وعن سائر المسلمين ما نحن فيه من فتنة ونزاع ومخاصمة يا رب العالمين، وانزع الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات وفتنة النساء والأموال والأولاد ومن كل ما يحول بيننا وبينك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا وسائر الأمور في وأدخلنا وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وسائر المسلمين من كل أمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، من كتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. فصل في الصلح. الصلح أمر مندوب إليه في كل الشرائع، والصلح المقصود هنا هو ما يؤدي إلى رفع النزاع بين المتخاصمين. الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. سياق الآية يدل على أن الصلح المقصود هنا في الآية هو الصلح بين الزوجين، وكذلك الصلح بين كل متخاصمين من باب أولى أيضا، أو على سبيل يسموه القياس المساوي أو المفهوم المساوي، مفهوم مساوي في مفهوم أولوي. فمن مفهوم المساواة إن النزاع بين الزوجين الصلح فيه خير، يبقى النزاع أيضا بين أي متخاصمين الصلح فيه خير. وهو يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فمثلا إذا كان الصلح بين الزوجين على الطلاق على مقابل نسميه الخلع، هو صلح برضه بس يسمى خلع في أبواب الزواج. وإذا كان مع الكفار نسميه مهادنة، ونسميه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يعني المعاهدات الدولية التي تتم هي نوع من الصلح أيضا. وكذلك ما يحدث بين فئتين من المسلمين اقتتلوا أو تخاصموا، فالصلح بينهما برفع النزاع وبقتال الحاكم للبغاة، كل هذا يؤدي إلى رفع النزاع. وفساد ذات البين هي الحلقة، النبي يقول فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالصلح أمر مطلوب. الصلح في هذا الباب هو الصلح في المعاملات بس، مش جايب بقى كل أنواع الصلح، لكن هنا في المعاملات المالية. يبقى الصلح هنا في هذا الفصل يتكلم على الصلح في المعاملات المالية فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الحديث أخرجه الإمام الترمذي مشهور معروف، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أخرج الإمام الترمذي وكذلك أبو داود في سننه، وابن ماجة أيضا في سننه، كل دول أخرجوا هذا الحديث. يبقى من القرآن قول الله تعالى أصلحوا بينهما، وقال والصلح خير، وقول النبي في الحديث الصلح جائز بين المسلمين، فهو أمر مطلوب مجموع مجمع على مشروعيته. هو لغة قطع المنازعة. المنازعة أو النزاع هو معنى الخصام، يعني ممكن تقول نازع منازعة ونازع نزاعا، ينفع لها مصدرين.
وشرعا عقد يحصل به قطعها، يعني قطع المنازع أو قطع الخصام. يبقى الصلح في الأمور المالية ده عقد من العقود الشرعية التي يحصل فيها قطع النزاع بين متخاصمين من أجل معاملات مالية. يقول: ويصح الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر، وكذا وما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. الجملة دي نحاول نفهم كلامه يقصد إيه. يقول: ويصح الصلح مع الإقرار. يصح هنا يعني بمعنى يجوز، يعني بمعنى يجوز، يعني الصلح جائز مع الإقرار، يعني إقرار المدعى عليه. لو أنا ادعيت عليك أن لي في حقك في ذمتك 1000 جنيه فأنت أقريت، خلاص ما بقاش في منازع تسدده، كويس، بقى أنت مدعى عليك وأنا مدعي، فقلت لك أني عليك لي في ذمتك 1000 جنيه فقلت لي أقر بذلك، خلاص مفيش منازع، يبيته، واضح؟ علشان كده بيقول الصلح يصح الصلح مع الإقرار، مع إقرار المدعى عليه يعني بالمدعى به. الإقرار ده، طب في حاجة غير الإقرار؟ ممكن البينة وممكن اليمين المردودة. افرض ما أقرش فجبت أنا شهود، خلاص. طب افرض أنا ما عنديش بينة ولا هو عنده بينة ورحنا للقاضي، أقول فلان خد مني 1000 جنيه على أنه يسددها لي في خلال سنة ولم يسددها لي، مر العام ولم يسددها لي، فالقاضي يسألني هل لديك بينة؟ أقول لا. يوم يسأل المدعى علي هل تقر؟ يقول له لا أقر. فيقوم يعمل إيه؟ يقول لي طب احلف، كويس، أو ما نحلف، فإن حلفت أنا وهو حلف يبقى تسقطت الدعوة، لا لي ولا علي، لأن الأصل براءة الذمة. يوم القاضي يقول لنا خلاص امشوا، لا تطلبوا ولا أنت تتعرض له بعد ذلك، طالما أنتوا الاثنين حلفتوا تسقط. طب افرض أنا حلفت وهو نكل عن اليمين، يعني ما رضاش يحلف، يثبت في حقي، يبقى كأنه إقرار. يبقى هنا الإقرار يكون بالبينة أو اليمين المردودة، واضح؟ البينة أو بالاعتراف. يبقى الإقرار يكون أنه يشهد على نفسه، أو أن يبقى في بينة والبينة دي تبقى شهود، أو أنه ينكل عن اليمين، لأن النكول عن اليمين دليل أنه معترف خايف يحلف. إيه اللي منعه أنه خايف يحلف؟ يبقى في ذمته مشغول، واضح؟ في الأموال. يبقى هنا هيتكلم على الصلح المتعلق بالأموال، مش هيتكلم بقى على أي صلح آخر. يبقى صلح المعاهدات اللي بين الدول وبين الحكام، والصلح اللي بيتم بين الزوجين دي في أبواب أخرى ملوش دخل بيها الآن، واضح؟ في الأموال وهو ظاهر. طب في الأموال ومثل الأموال إيه الاختصاص؟ ما احنا قلنا زي الكلاب، واحد عنده كلب، واخد بالك، فداه لفلان في رحلة صيد يصطاد بيه ويرجعه له، أم خده ما رضاش يرجعه، فأنا رحت اشتكيت للقاضي، واخد بالك، فهنا اسمه إيه؟ رفع اختصاص. أنا اديته له كأنه إيه؟ بدي له إعارة يستفيد بيه ويرجعه لي، هو خده ما رضاش يرجعه. وهنا ده مش مال، الكلب مش مال، لأن النبي نهى عن إيه؟ عن ثمن الكلب، لكن اسمه اختصاص. فالكلب ده يخصني، ده في حيازتي، يبقى يدخل فيه برضه. يبقى الأموال ونحوها مثل إيه؟ مثل الاختصاص، كالكلاب وجلود الميتة. جلود الميتة مثلا نجسة،
واحنا عارفين ان النجاسة لا يصح بيعها، يبقى جلد الميتة ما لم يدبغ يبقى لا يصح بيعه لانه نجس، يبقى لا يعتبر مال، ما يعتبرش مال حتى يدبغ، فاذا دبغ يبقى مال. طب جلد الميتة وهو عندي قبل ما يدبغ يبقى اسمه في اختصاصي في حيازتي، فان سطع لي انسان يبقى عليه ان انا اشتكي لانه سطع على اختصاصي وان كان ليس بمال. عشان كده نقول الاموال ونحوها، وكذلك الانتفاع، زي الانتفاع في الممر كان زمان تبقى الشوارع ساعات تبقى مملوكه للمالك الارض ويدي الناس اللي ساكنين في البيوت اللي في الشارع ده حق الممر، واضح؟ فيجي واحد يمنعك من حق الممر وانت راجل ساكن، ففي الحالة دي يحصل نزاع، فيبقى ايه؟ يبقى في الاموال ونحوها من الانتفاع ومن الاختصاص. والحيازات مطلقا وهو ظاهر، وكذا ظاهر يعني ظاهر المعنى، وكذا وما افضى اليها يعني اي الاموال كمن ثبت له في شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فانه يصح، زي ما واحد مثلا كسر لواحد سنه، اتخانق معاه فكسر له سنه، السنه 5 جمال، يدفع له ثمن 5 جمال السنه، يا اما يكسر له سنته، وهي كده يكسر له سنته يا اما 5 جمال. فقام الراجل قال لي انا ادي لك 5 جمال وسيب لي سنتي، فاتفقوا معاه على ما آل إليه، يعني بدأت قصاصا ثم آل إلى مال، واضح؟ هذه إيه؟ علشان كده يقول إيه؟ وما أفضى إليها يعني ما آل إلى المال فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح. طب لو قال بلفظ البيع فلا، ليه لا يصح؟ لأن الصلح للإسقاط والبيع للتمليك، فما ينفعش الصلح تملي يكون الغرض منه الإسقاط والبيع الغرض منه التمليك والتملك بعوض، واضح؟ فما ينفعش الصلح يبقى بلفظ البيع، فلا يصح صلحا. لكن هل يصح بيعا؟ نشوف إذا كان قابل للبيع يبقى بيع. طب لا يصح لا بيع ولا صلح، نصحح إيه؟ نصحح العبارة، عشان نصحح العقد نصحح العبارة، لأن لفظ البيع يكون للتمليك ولفظ الصلح يكون لإيه؟ للإسقاط، إسقاط الحق يعني على الغير. وهو يعني الصلح، هو دي تعود على إيه؟ على الصلح. وهو نوعان، إبراء ومعاوضة. يبقى الصلح نوعان على الأموال، يعني الصلح على الأموال، إما أن أنا أبري يعني أدي له جزء من حقه وصالحه على الباقي، أتنازل عن حقي في الباقي. إحنا أنا بقولتك إن أنا عايز منك 1000 جنيه، أنا ليه في ذمتك 1000 جنيه، فقلت لي أنا مش جاهز معايا إلا 500، فقلت لك خلاص يا سيدي هاتهم وأنا متنازل عن الباقي، يبقى ده إبراء، خدت جزء وتنازلت عن جزء فاصطلحنا على هذا، ويبقى كده برئت ذمته، ما جيش انا طالبه تاني بقى. ده نوع من الابراء. وقد يكون بالابراء الكلي، ان انا ابري عن المال كله، اقول له خلاص يا سيدي اعتبرهم لاولادك مش عايز. يبقى الابراء، مش احنا قلنا ابرة معسر. واخد بالك؟ ابراء المعسر. فنظرة الى ميسرة. الانذار واجب وابراء المعسر سنة. ابراء المعسر يكون اما بالابراء الكامل أو بأنك أنت تاخد جزء من حقك وتتنازل عن الباقي، واضح؟ وعلشان كده قال ده الإبراء. والمعاوضة إيه؟ أقول لك، تقوم أنت تقول لي والله أنا معيش فلوس دلوقتي، ما عنديش سيولة، لكن هقول لك إيه؟ الموبايل بتاعي ده بألف جنيه، خده يا سيدي. معاوضة، يديني حاجة عوضها بنفس قيمتك، واضح؟ يبقى يا إما إبراء يا إما معاوضة، يديني حاجة بدلها. يبقى الصلح نوعان، إبراء ومعاوضة.
فالإبراء أي صلحه، اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، يقتصر على بعض الدين ويتنازل عن الباقي. فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها، فكأنه قال لها أعطني 500 وأبرأتك من 500. ولا يجوز، بمعنى لا يصح تعليقه، يعني لا يصح تعليق الصلح على أي شيء، سواء على وقت أو حادثة أو أي شيء. الصلح لازم يكون جازم غير معلق، يبقى مقابل التعليق الجزم، فلا بد أن يكون الصلح جازما غير معلق. لماذا؟ القاعدة تحفظها جدا، أن كل العقود جازمة ولا يصح التعليق في أي عقد، وطالما الصلح عقد يبقى لا يصح مع الشرط. طالما احنا قلنا أن الصلح ده عقد، فكل العقود لا تصح مع التعليق. واضح؟ الزواج يصح مع التعليق؟ ما ينفعش، مش عقد برضو الزواج. طيب كذلك عقد البيع يصح مع التعليق؟ ما ينفعش. يعني اقول لك مثلا تشتري السيارة بتاعتي دي بس بشرط ما تركبهاش. الله، ما ينفعش، ما هشتريها اعمل بيها ايه؟ اكلها؟ ما ينفعش عقد بيع ده، لانه اولا ده تدخل في الملك، والمفروض يبقى المالك حر التصرف فيما يملك. فأي عقد فيه تعليق لا يصح العقد له، سواء كان هذا العقد عقد هبة، عقد صلح، عقد إيجارة، عقد إعارة، واخد بالك، أو أي عقد يمنع من إيه؟ من نفوذ العقد نفسه، كأنك أنت بتسلبه، بتسلبه حقه في هذا العقد. وعلشان كده ما هو بيع السلم ده مش مشروط، ده إلى أجل. لا لا، ده مشروع، ده إلى أجل موصوف في الذمة. وهو على أي حال عقد السلم زي ما قلنا أنه مخالف للأصول الشرعية، لأن النبي أجازه رخصة للأم، لأن كأنك بتبيع ما ليس عندك، واخد بالك. لكن علشان يعوض هذا قال لك لازم يبقى موصوف في الذمة، ويكون موصوف عددا في المعدود ووزنا في الموزون زي ما تكلمنا في عقود السلم، وتحديد موعد الاستلام ومكان الاستلام وكيفية الاستلام وتكاليف النقل والنوع والجنس، كل الحاجات دي مطلوب. يبقى علشان كده بيقول لك ايه؟ ولا يجوز تعليقه وكذلك توقيته، اي تعليق الصلح بمعنى الابراء على شرط، كقوله اذا جاء رأس الشهر فقد صالحته، ما ينفعش. يقول له طب ان شاء الله في رمضان اللي جاي بقى ابقى انا مصالحك. طب ما لسه رمضان فاضل الاربع شهور، يتصالحوا دلوقتي يا اما بقى يفضل ايه النزاع موجود لحد ما يحكم فيه القاضي. فهمتني بقى ازاي؟ والمعاوضه اللي هو النوع الثاني، يبقى في نوع ابراء، نوع ابراء ونوع معاوضة. الإبراء زي ما قلت لك يا إما يبري بالكامل يا إما يتنازل عن جزء من حقه وأخذ الباقي. ما ينفعش بعد ما يتنازل عن جزء من حقه وأخذ الباقي يجي بعد فترة يطالبه بالباقي، ما ينفعش، خلاص برئت ذمته. واضح؟ النوع الثاني اللي هو المعاوضة، صلح المعاوضة اللي هو إيه؟ عدولي عن حقه إلى غيره، ياخد حاجة تانية غير حقه. أنا اديتك أوراق مالية هاخد بدلها قمح، هاخد بدلها أقلام، هاخد بدلها ثوب، هاخد بدلها جهاز تليفون محمول، هاخد بدلها لابتوب، هاخد بدلها أي حاجة. واضح؟ يبقى دي اسمها المعاوضة، عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها وأقر له بذلك. الشقص اللي هو القطعة من الشيء أو الجزء من الشيء، شقصا منها يعني جزءا منها أو قطعة منها. كأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب فإنه يصح. يعني هم كانوا بينهم شركة في إيه؟ في شقة مثلا، هو كان ليه ربع الشقة دي
وهو التاني ليه تلات ترب. فاعترف وقال له طب مقابل هذا الربع الشقة ده ممكن تاخد بداله هذه الأسود كويس، فوافق خلاص يبقى اداله بداله، صالحه منها على معين كثوب فإنه يصح ويجزئ عليه، أي على هذا الصلح حكم البيع، ويجري عليه يعني يجري على هذا الصلح نوع من البيع، كأنه باع له الشخص ده بإيه؟ بعوض، وهو الثياب في المثال ده أو في أي حاجة تانية، أو ياخد منه بدال، يقول له طب خد سيارتي مقابل نصيبك في الشقة، وتبقى الشقة بتاعتي دي كلها تبقى ملكي، وخد أنت السيارة واطلع من الشقة. كويس؟ كأنه بالظبط باع له نصيبه بسيارة، أو باع له نصيبه بالأثواب اللي هو خدها. يبقى لا يأخذ حكم البيع. يعني أحكام البيع يعني معناه إيه؟ فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع. طب افرض بقى أنه هو اداله الثياب دي لقاها معيبة، لقى القماش تايك، ليه يرده بالعيب؟ لأنه ليه أحكام البيع. كويس؟ له أن يرده بالعيب، وله خيار الشرط، وله خيار المجلس، زي أحكام البيع بقى، هيبقى ليه خيار الرد بالعيب وخيار الشرط وخيار ايه المجلس. وحينئذ فيثبت في المصالح عليه احكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض. يعني انا قلت لك بدل الالف جنيه دي خد الموبايل بتاعي، خدت انت الموبايل بتاعي ده المحمول لقيته بايظ او مكسور، فليك تقول لي لا مش عايز ده، ترده بالعيب. واضح؟ ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهب منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة وأحكامها. يعني صالحه على بعض العين، يعني قال له إيه؟ قال له والله اللي أنت يعني خد هذا البعض، يعني خد هذه العين، صالحه على بعضها وتنازل على الباقي ليه كمان، يبقى الباقي هبة، اللي زاد عنها هبة. ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها. يعني ما ينفعش يتراجع بعد فترة. يعني افرض انت ان المثال اللي انا اديته لك ان الموبايل ده ثمنه 2000 جنيه، وانا في ذمتي عايز اخد منك 1000. كويس؟ فاديت لك ده او انت اديتهوني وهو قيمته 2000 وانا المفروض اخد منك 1000، وقلت له خد يا سيدي نصيبك منه والباقي انا هديه، يبقى الباقي هبه ما ينفعش يرجع فيها بعد فتره، لان الهبه لا يجوز الرجوع فيها الا اذا كان والدا. هنقراها في احكام الهبه، الوالد بس لابنه هو اللي يرجع في هبته لابنه، انما لو كان لغير الابن لا يجوز الرجوع في الهبه. فما يجيش بعد فتره يقول له اديني الباقي، فاكر انا لما كان ليك 1000 جنيه ليا 1000 جنيه عندك، وبعدين تيجي تقول لي انت نديتك الموبايل ب 2000 ليا انا 1000، ما ينفعش، لان دي كانت الزياده دي كانت هبه، والهبه دي لا يجوز الرجوع فيها الا لو كنت انا ابنك وانا مش ابنك، خلاص يبقى لا يجوز الرجوع فيها، يبقى ليها احكام الهبه. ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهب منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، اللي هي بعدم جواز الرجوع فيها إلا إن كان والدا، ده مثالية. ويسمى هذا صلح الحطيطة. صلح الحطيطة ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك لعدم الثمن، ما يصحش بلفظ البيع للبعض المتروك، لان لو ترك لي جزء ما ينفعش بلفظ البيع لانه ده هبه، والبيع يكون بمقابل، واخد بالك؟ ما ينفعش ان ايه يقول لك طب بعتك الباقي، لا تقول وهبتك الباقي. فهمتني ازاي؟ ليه؟ ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، لان البعض المتروك ده حكم هبه، ولا تصح الهبه بلفظ البيع، لان الهبه تبقى بلا عوض والبيع بعوض.
فما ينفعش يبقى ايه اديك هبه واقول لك مقابل ولا دي هبه. واضح ولا يصح؟ يعني لا يصح المصالحه على بعض العين، واخد بالك، وهو هبه بلفظ البيع، لان البيع بيكون على عوض والهبه بلا عوض. واضح؟ فما ينفعش بلفظ البيع. كأن يبيعه العين المدعى ببعضهما، ويجوز للإنسان، هيخش بعد كده في موضوع تاني. يبقى كده الصلح في المعاوضات المالية إما يكون بالإبراء أو يكون بالمعاوضة بحاجة بدلها، دي الخلاصة. كويس؟ ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره من الإشراع، يشرع من الإشراع وهو الإخراج للشارع. الإشراع اللي هو الإخراج للشارع، إنه يعمل حاجة بروز خارج في الشارع يعني. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع أي يخرج روشنا، ويسمى أيضا بالجناح، يعني يعمل بلكونة بارزة كده في الشارع. الروشن اللي هو نسميه إحنا البلكونة، البراندة دلوقتي في الزمن بتاعنا. لأن بروز الشارع ده، الشارع ده ملكية عامة، فلما ياخد جزء من هواء الشارع قد يؤثر على المارة، واخد بالك، خصوصا لو كان منخفض، فيبقى ما ينفعش. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا، ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع، بحيث لا يتضرر المار به أي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا، واعتبر المواد أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة. يبقى لو كان الطريق نافذ، يعني طريق ممر ممشى، يبقى لا يجوز أن هو يعمل روشن إلا لو كان مرتفعا ارتفاعا لا يؤثر على المار. كويس؟ لكن لو كان منخفض هيؤثر على المرة ويضيق على الناس، يبقى ما ينفعش. يعني الوقت ساعات الناس ايه بالذات بتوع القهاوي يروح مطلع الكراسي حطيتها في قلب الشارع، وبعض التجار يعرض البضايع بتاعته في وسط الشارع، يجيب شماعات ومش عارف ايه، ياخد لك نص الشارع فيضيق على الناس. كده ما ينفعش، حرام هذا الاسلوب انه يضيق على الناس. لكن لو هيعملها عاليه بحيث تبقى عالية فوق الناس تشوفها من فوق، لكن لا تؤثر على منفذ الشارع وممر الشارع، يجوز ما فيهاش حاجة طالما الشارع نافذ. طب لو الشارع غير نافذ، يعني الحارة سد، لازم بإذن الناس اللي بيمروا فيه. لكن لو الشارع غير نافذ، لو الشارع نافذ يشترط فيها بس علشان تجوز إنها لا تضيق على المارة، يعني بحيث إن الرجل الطويل ولو على دماغه حمولة بيمشي من غير ما يوطي. وقال لك كمان ايه ممر الفرسان، ما هو اتكلم بقى ايه ايام ما كانش فيه عربيات نقل بتعدي بمقطوره ولا عربيات مش عارف ايه عاليه، بيتكلم على وسائل المواصلات المتاحه ايامهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عمل الشارع، حد الشارع لما يحصل نزاع يخليه سبعه ازرع، يعني ايه؟ يعني الزراعه 40، يعني 2 متر و20. كويس؟ لما نتنازع في عرض الشارع. طب ليه النبي خلاه سبعة أزرع في زمانه؟ لأنه هو ده الحد اللي ممكن جمل رايح وجمل جاي، يبقى اتجاهين، بحيث لما يجي معدي جمل محمل وجمل تاني جاي في عكس الاتجاه، الاتنين يمشوا ما يوقفوش بعض. طيب دلوقتي نلتزم احنا بالمساحة دي ولا نشوف وسائل المواصلات الحالية؟ نشوف بقى وسائل المواصلات الحالية. لان لو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه ايامنا ويشوف ان في سيارات، هيعمل حساب حجم السيارات المتوسطه ايه اللي بتمشي في الشوارع دي، ويديك مساحه الشارع وعرض الشارع بحيث يسمح ان ما فيش سياره تمشي في اتجاه وتنتظر الاخرى علشان تعدي، لا يبقوا ماشيين في اتجاهين عشان ما يعطلوش المرور. كويس؟ فكل الحاجات دي تكلم عليها الشرع الشريف. فبيقول هنا ايه؟ ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع روشنا في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع،
بحيث لا يتضرر المار به، أي الروشن، لا يتضرر المار به يعني بالروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار الطويل التام الطول، التام المار التام الطويل منتصبا. واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة كمان، لو شايل على رأسه كمان حمولة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير. عارف أنت البعير كان يحط عليه محمل ويشيلوا عليه البضايع، فيعتبروا الأطوال دي كمان، مع أخشاب المظلة المظلة الكائنة فوق المحمل. وأصل الموضوع ده كله إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم حط ميزاب في بيت سيدنا العباس على السطوح بتاع بيتنا العباس عشان إيه؟ ينزل المطر، ينزل المية منه، وجعله شارعا على الشارع، كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف، كان بيت سيدنا العباس في الجهة الغربية كده يعني غرب القبلة، لما يبقى وشك للقبلة في مسجد النبي تلاقيه على ايدك ايه اليمين، يعني ناحية باب السلام كويس. فسيدنا رسول الله عمل بايده الشريفة لبيت عمه العباس، حط له الميزاب بارز كده في الشارع، بس كان مرتفع بحيث حتى لو جمل معدي ما يخبطش فيه، علشان لما ينزل مطر يوم ما يتجمعش في السقف يقوم ينزل على الشارع. ومعروف ان سيدنا عمر بن الخطاب لما وسع مسجده في خلافته حاول يشتري بيت سيدنا العباس عشان يوسع الحتة دي، سيدنا العباس رفض تماما ان هو ايه يبيع البيت، فسيدنا عمر وسع وثبت للعباس بقى ايه عامل زي جزء كده. فمر عند سيدنا العباس كانوا دبحين وعاملين، فبصوا لقوا ايه على الميزاب ده نازل مية بدم داخل المسجد بعد ما وسع في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب. فقالوا سيدنا عمر، وسيدنا العباس مصمم ما يسيبش المسجد البيت ده ولا الميزاب يشيله، فسيدنا عمر نادى سيدنا العباس وقال شوف نعمل ايه، فقال والله يا امير المؤمنين ما يمنعني ان اعطيك هذا الا ان هذا الميزاب وضعه النبي بيده، وانا يصعب علي ان انا اشيله، وانه عاونني في بناء هذا الجدار المسكن اللي انا قاعد فيه، فانا بالنسبه لي ده غالي علي. فالاثنين بكوا، ولكن في الاخر لم علشان المصلحه العامه شالوه ودخلوا في المسجد بعد ذلك. فاصل مشروعيه بروز في الشارع كان عملها النبي في ميزاب سيدنا العباس، فده اصلها يعني من حيث السنه يعني، لكن بحيث لا تؤذي الناس. فلما ابتدى يؤذي الناس بعد توسيع المسجد تنزلوا شلوا وهدوا بيت سيدنا العباس واخد مكان تاني وادخلوه في مساحة المسجد. انت عارف العمود وانت داخل مسجد النبي من باب السلام بتلاقي فيه عمود كده مكتوب عليه نواية سنة الاعتكاف اللي راحوا المدينة، نعم اهو ده كان حد بيت سيدنا العباس، اهو ده الميزاب كان في الحتة دي في المكان ده، خدت بالك؟ وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير، مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. هو بيقول إيه؟ ويجوز للمسلم، مش كده برضو؟ يجوز للإنسان المسلم. هنا قال لك أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط في الطريق النافذ، لو كان ده طريق مسلمين ساكنين فيه كلهم مسلمين، يبقى لو زم ساكن فيه والطريق كل اللي ساكنين فيه على الجنبين مسلمين لا يشرع للزم انه يعمل روشة. ليه؟ قالوا لان لا يعلو على المسلمين، وعلشان كان ممكن يلقي بعض النجاسات من هذا الروشن على طريق المسلمين لانهم لا يتحروا ترك النجاسات للاحتياط. اما لو كان في شارع ساكن فيه مسيحيين يعمل الروشة، واخد بالك؟ طبعا الوقت الاحكام دي هتتغير، لان الوقت ما بقاش في ذمي، بقى في مواطن، حكم المواطنة، يبقى خلاص حسب القوانين بتاعت
المجالس المحليه والنظم اللي بيدوا الرخص، المهندسين عاملين قوانين علشان الشوارع بحيث تبرز بنسبه معينه وتسيب فراغ من حوالين الملك بكذا وتسيب مكان للرصيف والحاجات دي، وتبني على مساحه معينه والا مش هديك الرخصه. يبقى الوقت بنلتزم احنا بالقوانين الحاليه اللي هي بتنظم المدن الحديثه، واخد بالك ازاي؟ ما انا بقول لك شو هنحتكم لمين؟ للحي. مش حاليا بنتكلم، يعني كان زمان ما فيش احياء، ما فيش نظم احياء، كان الناس بتبني كده كل واحد ياخد له فراغ المسلمين والنصارى. بس حضرتك قلت لو هما لو في نصارى يعملوا، لو المسلمين ما يعملوش، طب لو في الاثنين؟ لو في الاثنين لازم يبقى في صلح، عشان كده جايبها بباب الصلح، جايبها باب الصلح. لو اذنوا له يقعدوا مجلس الحي، مجلس الشارع، ويشوفوا هيعملوا على ارتفاع قد ايه، هيبرز قد ايه، هيأذي مين، هيكشف عورات اللي حواليه ولا لا، لحد ما يصطلحوا على طريقه معينه ويمشوا. فهمتني ازاي؟ الوقت احنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل ايه؟ بنروح للحي، والحي عنده قوانين ولوائح، ويبتدي يدي، يدي رخصه، يدي ازاله، واخد بالك، يمنعه يفتح شباك في جهه معينه، ويمنعه من بروز من جهه لكن يسمح له من جهه ثانيه، وهكذا. يبقى احنا دلوقتي في القوانين بتاعتنا بنروح للحي، واضح؟ ولا يجوز اشراع الروشن في الدرب المشترك الا بالدرب بقى غير الشارع، الشارع اللي هو النافذ، الدرب اللي هو الحاره السد بلغه المصري، الدرب المشترك اللي هو ايه؟ الحاره السد، يعني مشترك بين الجيران اللي ساكنين محيط بيه، يسموه درب مشترك، او يسموه دلوقتي زقاق. الزقاق نافذ ولا غير نافذ؟ غير نافذ. نافذ يبقى هو الدرب المشترك، يبقى الزقاق. في بعض الازقه تلاقيها كده ملتويه ونهايتها مسدوده، واخد بالك، لحد دلوقتي في مصر القديمه وفي الجماليه والحتت دي، هو ده اسمه الدرب المشترك. لا يجوز في الدرب بقى المشترك ده، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره. يعني الدرب المشترك لو عنده الباب بتاعه، باب شقته، ما يقدموش في الشارع كده، واخد بالك ازاي؟ علشان هياخد جزء من حيز الشارع، هيضيق على المر، لكن له انه يأخره، يعني ياخد من ملكه ويوسع الشارع الا باذن ايه؟ الناس. ولا يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره، أي الباب، إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. طب افرض اللي هيدفع لهم مال مقابل هذا وهم وافقوا، يصح. والله تعالى أعلى وأعلم. أي اتفضل. يعوض عن جزء ويبيع الباقي؟ اه ممكن. الروشن والصابات، الصابات حاجه زي الروشن؟ اه الصابات اللي هي عارف لما يجوا يظللوا، يعمل مظله كده، ياخد لك نص الشارع، يعمل بروز كده في الاسقف ويعملوا زي ظليله، يبقى مظلله نصف البتاع، يبقى خشب بارز كده ويحط عليه. كانوا زمان يعملوا اسواق مظلله علشان الناس ما تبقاش الشمس ضاربه فيهم. يعني في أي أسئلة متعلقة بهذا الموضوع؟ يبقى يوم الثلاثاء القادم الحوالة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.